اولا مرحبا بكم رجال ونساء الاعلام في مره اخرى في حزب الاصاله والمعاصره. هذا اللقاء ديال اليوم اللي هو جامعه صيفيه مؤطره ومنظمه من طرف الشبيبه ديال حزب الاصاله والمعاصره بتنسيق مع الاكاديميات الحزب، وكانت فرصه اولا للتكوين ديال الشباب ديالنا في العمل والخطاب السياسي، ولكن اكثر من ذلك ليست لحظه خطابات بل هي لحظه ديال الانصات باش نبنيو جميع الحلول للمواطنين. حنا تنعتبروا بان حزب الاصاله والمعاصره دائما كان مسبق في الحوار والمشاوره، وهذه فرصه ديال المشاوره. حنا تنامنوا بشباب بلادنا، وعرفنا بان القيمه المضافه للمغرب هي شبابها، قوتها هو شبابها. وكاين اليوم واحد الشباب اللي فقد الثقه، فقد الثقه في العمل السياسي، فقد الثقه في الخطاب السياسي، ومسؤوليتنا حنا كحزب سياسي هو نسترجعوا هذه الثقه. واذا شفتوا الشعار ديال هذا اللقاء والكرامه والامال، حزب سياسي اللي ما تيشتغلش باش يعطي الكرامه للمواطن واللي ما تيحملش مشروع الامال ليس حزب سياسي. وحزب الاصاله والمعاصره تيتحمل مسؤوليته. ارتكبنا اخطاء في الماضي ولكن عملنا انجازات، وانجازات مهمه، والدليل على ذلك راه باقي عندنا شعبيتنا وباقي عندنا، ولكن اكثر من ذلك عندنا التواضع ديال نعاودوا النظر في ريوسنا، نتصنتوا لبعضياتنا وما نجيوش بخطابات مسبقه بحلول مسبقه بدون انصات الشباب والشبيبه ديالنا. حزب الفكره حزب الاصاله والمعاصره جات انذاك في 2008. إلا عقلتوا كانت حركة لكل الديمقراطيين، الحركة لكل الديمقراطيين كانت عندها هاد استباقية في الإنصات. كان حوار وطني في جميع جهات المملكة، وجات قيادة آنذاك بكفاءة عليا تتصنت المواطنات والمواطنين، تتصنت المثقفين، تتصنت الفعاليات المجتمع باش توضع واحد المشروع اللي تيتماشى مع الوضع. جات مورا العزوف السياسي 2007 اللي خوفنا لان كان يهدد الديمقراطيه، ولا رجعه في الديمقراطيه وفي المسار الديمقراطي بلادنا. واش تنأطروا الشباب؟ تنأطروا الشباب، وغادي يبان لكم اليوم بان جميع شباب المملكه وقع لنا اشكال، لان احنا ما كانش عندنا رغبه باش نديروا مهرجان، لا، احنا كنا بغينا الممثلين تاع الشباب تاع كل الجهات يجيو ويحضروا وناقشوا ويكون مستوى عالي في النقاش. فلذلك الشباب ديالنا اتفقوا على واحد جوج ثلاثه الاخوان من كل اقليم باش يجيو يحضروا. واجدين في الساحه، كاينين في الساحه، تنأطروا. دابا اللي خصنا نسالوا، رغم هذا العمل تاع الاحزاب السياسيه، رغم العمل تاع حزب الاصاله والمعاصره، لماذا الرساله ما بقاتش تتوصل بنفس الطريقه؟ لعلاش اليوم الشاب تيعتبر بان خصو يعطي الظهر للسياسه في الوقيته اللي حنا تنعرفوا بان العمل السياسي مأطر من طرف الاحزاب السياسيه؟ واش الخلل منا؟ واش الخلل منا بوحدنا؟ لا اظن. اليوم حان الوقت لحوار وطني، لان ماشي فقدوا فقط في السياسه، فقدوا في جميع المؤسسات اللي تخدموا المواطنين. وهذه لحظات صدق، لحظات صراحه، لحظات تشاور، لحظات انصات باش نشتغلوا على حلول ونجاوبوا مع هاد الشباب ديالنا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.